طيب بالنسبة للست أم أحمد بتتكلم عن طواف الإفاضة إنها أدته رابع يوم من رمي الجمرات. طبعا طواف الإفاضة ده ركن من أركان الحج، واللي حضرتك عملتيه ده في الوقت اللي حضرتك أشرت إليه صحيح إن شاء الله تعالى. وطبعا الفارق بين الركن وغيره إن العبادة بتقوم عليه، لو فاتني ركن فاتتني العبادة. وإن شاء الله حج مبرور، أسأل الله تعالى لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا صاحبة السؤال، فما قمت به سديد على بركة الله.